ايجنسي. ايه تفضلي. عنا الكواليتي عالي مختار بعناية، سرية العميل التامية قبل كل شيء، والموديل سليم صحيان وخالي من الأمراض. انت ضل هون. اوكي انجوي. بيبي كيفك؟ تعبان. انت نايم؟ حبيبي انت حبني؟ ايه. وموت فيني؟ كتير. يعني رح تبقى معي طول العمر؟ طول العمر. حتى لو اهلك ما حبوني؟ وبحياتك ما رح تمل مني ولا تخوني مو؟ لا. طب عطيني بوستي. يلا يا عمري كفي نومتك. تشاو. قومي بسرعة صوريني، جا على بالي اتصور وابعث له اياهم لهجرس. ما بدي. لك قومي بلا غلاصتك هلا. و شو سر هالبسط والحماس المفاجئ؟ حكيت مع هجرة. شو يعني ما انتو كل شوي بتحكوا مع بعض؟ لا لا لا، هالمرة مو مثل العادة. هجرة عنده شغلة أنا الوحيدة اللي بعرفها عنه. وقت بيكون نايم بيصير يحكي ويرد بدون ما يفكر، بيكرت كل شي بقلبه. ايه بعرف كتير ناس هيك. وانتي من وين بتعرفي ناس كتير هيك؟ يعني بسمع بهيك حالات. المهم يعني شو قال لك هذا جوني ديب؟ قال لي انه هو بيحبني وبيموت فيني، رح يبقى معي طول العمر. واو، عن جد انك هبلة. هبلة؟ هلا صرت هبلة لانه عاجبني؟ ايه قومي صوريني خلاص بلا غلاصتك. قومي روحي صوري حالك سيلفي احسن لك. هلا عمي روحي صوري حالك سيلفي احسن لك. قومي قومي صوريني خلصيني. يلا خذي يلا بدك. يلا ايه تضربي انت وياه. بليز بس ولا كلمة. أنا دافعة لتنفس وبس. أوكي ليش انا بقدر اتاخر عنك انت؟ شو بك مامي؟ ليه هيك عم تطلعي فيني؟
فيك مامي؟ في شي على رقبتي؟ لا ابدا ما في شي. طمنيني كيف الشغل؟ ماشي حبيبتي. بشوفك بالكافيه. فيني افهم ليش هيك عم تطلعي فيني؟ ابدا، بس كانه كتران القرص والناموس ببيروت. هلا شو بدك؟ ما في شيء، بس البنت جهزت الاكل اذا بتحبي تاكلي. ما بدي اكل، اطلعي واتركيني بحالي. براحتك. أهلي. لك كيفك؟ لك اشتقت لك أنا كتير يا قلبي. وأنا اشتقت لك كتير. طمنيني كيف كانت سفرتك على بيروت؟ آخ تعب وشغل، بس بتعرفي الجو ببيروت بياخد العقل. ريحت راسي شوي، على القليلة هنيك ما في أصوات دبج ولبج. الحق معي. هدول شوية أغراض لإلك. إلي أنا؟ إيه إلك أنت، ليش مستغربة؟ يسلموا إيديكي، والله عم تخجليني يا مدام. لا تخجلي يا عمري. هني كم طقم لاجوري وكم قطعة ناعمين شوي، ومعاهم كمان برفانات وكريمات للجسم. أنت بنت مثل القمر، بدي إياكي تنتبهي لحالك ولجمالك مشان تطلعي حلوة. تسلمي كلك ذوق. بتعرفي بدي اخذك معي على بيروت مشان تغيري جو، ومنه بتساعديني هنيك، وبدي اعرفك على ناس فاتحه معهم بزنس كثير مهم. بتعرفي مدام انا ولا مره طالعه على بيروت، كنت اسمع عنها من بابا لانه كان شوفير على الخط، كان يقول انه بيروت بتاخذ العقل. خلص رح اعرفك عليها، وانا واثقه انك رح تنبسطي كثير هنيك. قولي للبنت عملنا لنا شي ناكله لبين ما نفوت اخذ شاور. اتصل فيها مشان الله، انا اللي بدي حاكيها. بظن انه كثير عيب فتشي بموبايل من لك. بعدي اسمعيني منيح، انا عشت حياتي كلها مظلومه، ما طلع لي حظ من حدا، لا من اهلي ولا من ابوك. عملت حالي بحالي وحاولت قد ما فيني عيشك منيح، وما نقص عليك شيء، بس حياتي ما إلك علاقة فيها. أنا حرة، بعيش مثل ما برتاح، وهذا حقي، والخصوصية حقك كمان. لهيك بعمري ما دخلت فيكي وبحياتك. لما بترجعي على البيت وبتفوتي على الحمام وإنتي طايرة من الفرح، ما بسألك شي، مو لأني مو فهمانة، بالعكس أنا بعرف وين كنتي ومع مين، بس أنا بحترم خصوصيتك. لهيك إذا سمحتي احترمي خصوصيتي ولا تحرجيني. لا أنا بس بدي أفهم حالي، البنت قعدت مع شاب خلص صارت منيحة؟
قصة أكبر من هيك، مو قصة تعبي. هجرس، أنت ليش بتشوف كل بنات الدنيا مو مناح؟ اشتهيتك مرة واحدة تقول عن بنت إنها منيحة. فلو يخزي العين عنك، بترافقيلي كل ماركة أحلى من التانية. هلا هي صحيح مجنونة وعندها شوية حركات، بس يعني أنا ما شفت شيء مو منيح من البنت، يعني ما في أي مبرر لحتى إني أنا عادية. هلا كل ما هنالك إنها هي قعدت مع واحد وبمكان عام صارت البنت مو منيحة. لك يا بني آدم افهمي، البنت عم تتعامل مع الأمن. طيب يعرفني من زمان، كان يسافر معي بالطيارة والتقينا بالصدفة، وقال لي إنه بده معلومات عن ناس بيسافروا معي، يعني مين مؤيد مين معارض هيك قصص. ولك شو هالفوتة هي؟ بتعرفي شو يعني العلقة مع الأمن؟ لك أنت بجوز بحياتك ما تخلصي منها، بتعرفي شو عم تعملي؟ لا يا ستي، وإذا صار اسمك مشموس ما بتصيري مستهدفة؟ شو بتعملي ساعتها؟ يعني أنا خايفة كتير، بس هو يفتي بقصص البلد وهيك قصص، وما عرفت شو بدي له. طلعي من القصة بسرعة، ما بعرف كيف، المهم تنفدي بريشة. معك حق، معك حق، بس أنتي مين خبرك؟ هجرس كان قاعد بنفس الكافيتيريا اللي كنتي أنتي وهاد قصي تبعك قاعدين فيها. آه، هو سمعنا وإجا خبرك. من بعد إذنك أنسي ليا، خليني أقلك إنه صاحبك هاد مو بس بلدي وشرشوح وقليل ذوق كمان، واتركيه أحسن لك وبلا هالشكيلات كلها. المشكلة إنه أنا وعدته إني ما أحكي معك أبداً وأقطع علاقتي فيكي. كمان إيه، خلص ليا ساوي اللي بريحك، المهم الأستاذ بافوروتي ما يزعل. بلا غلاصتك مايا، يعني أنا رح أقله إني عملت مثل ما بده، بس يعني بيضل حكي. عن جد؟ إيه والله كتر خيرك، ها هذا اللي نابني من هالشرجوح. إيه بشرفك، خلاص يلي فيني مكفيني. ليه؟ شو متعافين كمان؟ لا، شوية مشاكل بالبيت. ماما شوفي سكري على الموضوع، ما بدي أحكي فيه أبدا. شو بدك تشربيني؟